is the lovan Allah 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 who is the lovan Allah who is the lovan Allah who is the rahman Allah who is the manan Allah who is the rahim Allah عبد الاحد ابن صغیر احمد بادون ابو طلحہ ابن عبداللہ ساکن دیواپور ابو طلحہ ابن عبداللہ ساکن دیواپور اس کے بعد محمد سعد ابن محمد فاروق کلکتہ متعلم مدرسہ جامعہ اسلامیہ علوم القرآن تیار رہیں گے ہلو سوال نمبر ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم دوسرا سوال پڑھیں وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا تیسرا سوال پڑھیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتركنا عليه في الآخرين بسم الله الرحمن الرحيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين
وبشرناه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. چوتھا سوال پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. ما شاء الله. پانچواں سوال اختیاری ہے، پڑھ سکتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. جزاك الله بسكر جنة.